هنا ابو القاسم ولقاء مهم مع نادين السلعاوي. اتفضلي يا هنا. برحب بيك مرة تانية يا كابتن هيثم وضيفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصرية بعد طبعا فوز سيدات كرة السلة على فريق سموحة في نصف نهائي بطولة دوري السوبر. ومعي بقى في هذه اللحظات طبعا النجمة كابتن نادين السلعاوي. في البداية طبعا برحب بيك على شاشة قناة نادي الأهلي وببارك لك أكيد على الفوز في مباراة اليوم. عايزاك تكلميني بقى على كل الأمور المتعلقة بالمباراة، يعني شايفين أنتوا كنتوا مسيطرين على جميع مباريات المباراة، يمكن المباراة بقت أصعب في الكوارتر الرابع لكن انتوا قدرتوا تفوزوا في المباراه في النهايه. الله يبارك فيكي. مباراه يعني صراحه كانت صعبه شويه بالنسبه لنا، طبعا سيمي فاينل فريق سموحه فرقه كويسه وفرقه كبيره ومعاهم مدرب محترم، هم جايين مش خسرانين حاجه، يمكن يكون الاسترس عندهم مش موجود فعشان كده بيلعبوا في اريحيه، كل واحده بتطلع امكانياتها. احنا بدانا الماتش كنا مركزين كويس قوي، يمكن تركيزنا صراحه ضعف في اواخر المباراه وده اللي خلى الفرق يقرب شويه، بس يعني احنا قادرين ان احنا ان شاء الله نفوق من ده ونادي يعني باداء احسن من كده الماتش الجاي. يعني اكيد انت كان ليكي دور كبير في الملعب، اكيد لاعيبه خبره، عايز اعرف بقى اهم الحاجات اللي قلتيها للاعبات عشان ترجعوا اكيد مره ثانيه توسعوا فارق السكور. والله احنا النهارده شيء المحترفه بتاعتنا كانت اوت، جالها سبرين امبارح في التمرين، فاحنا كنا يعني كنا عارفين ان اللود هيبقى علينا اكبر، فيعني حاولنا ان احنا نلم نفسنا قبل الماتش كتير قوي ونتكلم مع بعض ان احنا مش هينفع نهزر، مش هينفع ندي سموحه فرصه ومعاهم محترفه برده كويسه الناحيه الثانيه. كنا عارفين اتكلمنا كتير قوي ان قوتنا النهارده كانت تحت الباسكت مع رنيم، لان يعني بيفوتاتنا احنا كنا اتقل منهم، قدرنا برده ان احنا نقطع النهارده ونضغط كتير قوي ونعمل بريسات ونغير من شكل الدفاع بتاعنا، وده اللي خلانا يعني يعني نحقق الفرق. عايزين نتكلم بقى عن استعداداتكم للمباراه القادمه، اكيد ما فيش وقت كبير، المباراه هتكون يوم الخميس، عايز اعرف هتستعدوا زي المباراه. والله احنا دلوقتي من دلوقتي بدات الاستعدادات، عندنا في اوضه اللبس ريكفري وبعديها بكره ان شاء الله عندنا تمرين، اكيد النهارده او بكره الصبح هيكون عندنا سيشن هنتفرج على الماتش ونتفرج على اخطائنا عشان نقدر نصلحها قبل مباراه الخميس. مباراه الخميس هتبقى طبعا قويه جدا، الماتش خلص 5 بوينت، اكيد الفرقة سموحة هتبقى جاية جاهزة للمباراة، بس احنا ان شاء الله نبقى اجهز يعني بالنسبة لهم. في النهاية بقى عايزاكي تقولي رسالة لجماهير النادي الاهلي اللي دايما طبعا تحب تشجعكم وتدعمكم وتتابعكم. شكرا طبعا لجماهير النادي الاهلي اللي دايما معانا وفي ظهرنا، وان شاء الله يعني نقدر نفوز في السيمي فاينل ونشوفهم بقى ان شاء الله في القاهرة في الفاينل ان شاء الله. بشكرك جدا طبعا يا نادين وببارك لك مرة تانية واتمنى لك كل التوفيق في المباراة القادمة. ميرسي، شكرا جدا. يعني يا كابتن هيثم ده طبعا كان لقائنا مع نجمة الفريق كابتن نادين السلعاوي، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو.